واحدة بتقول ارجوك يا سيدنا رد علي، انا في الشهر السابع من الحمل، الطفل غير سليم والدكاترة اجمعوا على انه ينزل لان عنده استسقاء في المخ. كويس ان عنده مخ. انا ما اعرفش ايه الاستسقاء في المخ ده، وهل نزول طفل في الشهر السابع مش خطر على الام؟ الشهر السابع نعم تبعت لنا تقرير طبي مظبوط عن الموضوع ده عشان نقدر نتكلم.